نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد من أوروبا يقول: هل عدم التعاون مع المراكز الإسلامية السلفية وعدم التعاون مع المساجد التي فيها أهل السنة، هل يعتبر هذا ترك التعاون من ترك الجماعة، وماذا علينا أن نصنع؟ أي نعم، فترك التعاون هذا من الكسل ومن من الكسل ومن عدم الرغبة في الخير. تعاون مع أهل، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون، احرص على التعاون ما دمت تقدر على ذلك، تعاون مع أهل البر والتقوى والدعوة إلى الله. نعم.